طبعا نتكلم عن الاستعداد لرمضان، بس احنا برضه لسه معانا تليفون. معانا تليفون من استاذ عبد الباقي. صباح الورد يا استاذ عبد الباقي. الله يديك يا فندم، صباح الفل يا فندم. اهلا بحضرتك. والله لي استفسار صغير يا فندم. اتفضل. انا بقالي 6 سنين بصرف بطاقه ورقيه، وللان البطاقه الثانيه دي ما طلعتليش، وانا مهدر حقي في كل الحقوق ما عدا البطاقه، ما عدا صرف الزيت والسكر. تمام. اللي اروح يا فندم عند البقال يقول لي روح مكتب التموين، اروح مكتب التموين يقول لي روح اداره التموين، وعمال الف من كفر حكيم لكرداسه للمنشيه، ولا حياه اللي من تنادي. طب سؤال حضرتك. انا بصرف ما بقولش لا، بس بصرف التموين اللي هو الزيت. استاذ عبد الباقي، استاذ ايمان عايزه تسالك عن حاجه. اتفضلي. طيب حضرتك قدمت يا فندم على البطاقه فين؟ عند البقال ولا في مكتب التموين؟ قدمت البطاقه ده الكلام ده يا فندم من زمان. حضرتك قدمت فين يا فندم؟ بس نعم على البطاقه عند البقال ولا في مكتب التموين؟ اللي هو ايه؟ البطاقه اللي هتقدم على اصدار بطاقه جديده، قدمت عند البقال التموين بتاعك ولا من عند اللي طلبها مننا البقال يا فندم؟ ما هو ده الغلط يا فندم، وطلب ورقيات مننا واتناله وقال اعملوا بتاع. طب يا استاذ عبد الباقي حضرتك استاذ عبد الباقي ممكن تسمع الصح. لو حضرتك دلوقتي لو ممكن اقول لك ان ممكن بطاقتك تكون طلعت وفي مواطن تاني بيصرف بيها حضرتك، لان البقال التموين مش جهه اصدار بطاقات تموينيه. يعمل ايه دلوقتي؟ حضرتك بتروح مكتب التموين، ده الجهة اللي الدولة الرسمية اللي بتقدم فيها بطاقة تموين عشان تصدر بطاقة تموين. ماشي. وبالتالي حضرتك لما المكتب بيتأخر عليك في إصدار البطاقة أنا هقدر أراقب على المكتب. طب ما أنا أروح المكتب يا فندم، ما أنا بروح بيقول لي لسه تعالى لنا أول الشهر، تعالى أول الشهر، أروح أول الشهر، يقوم يقول لي روح كفر حكيم، أروح أفكر. أنا عايزة أحل مشكلة حضرتك يا صاحب الباقي. حضرتك تروح لمكتب التموين تقدم فيه بطاقة الأول، إصدار جديد الأول في المكتب البقال ده، لان بطاقتك كده اكيد طلعت وفي مواطن تاني بيصرف بيها يا فندم. يعني اروح اسال عليها؟ طب ما لقيتهاش، قال لي لسه ما طلعتش، اعمل ايه؟ لو قالوا لسه ما طلعتش، هو كل ما يسال يقولوا له تعالى الشهر اللي جاي، روح مش عارف فين. ما انا رحت مكتب تموين ما قدمتش فيه، فبروح مكتب تموين اقول له البطاقه بتاعتي فين؟ ما هو قدم، هو قدم في المكتب. انا هو كده قدم في الجهتين. هو بيع الورقيات، هو كده قدم في الجهتين. حضرتك بس هتروح مكتب التموين تشرح لهم انك قدمت عند البقال واسم البقال ده، لان البطاقه دي كده بقول لحضرتك هي ممكن تكون طلعت كمان وفي مواطن تاني بيصرف فيها. بقول لسيادتك بقالي 6 سنين. طيب حضرتك هتروح، بص يا استاذ عبد الباقي، حضرتك هتروح المكتب، في مواطن تاني بيصرف فيها. حضرتك هتروح المكتب مظبوط، تمام، وتبلغهم ان في البقال التموين انك قدمت عنده، ويبداوا بعد كده الاجراءات من الاول. شكرا لحضرتك.